جميع الالعاب. طب كويس. طب خليني برضه اروح انا وكريم معاك عشان احنا بنحاول نفهم الصوره في الداخل اكتر. يعني دلوقتي حضرتك ماسك هذا المشروع او بتشتغل فيه، بشتغل يعني في المشروع كمان. فالقصه هنا ازاي من اول ما البطل بيدخل او الرياضي الصغير بيدخل لغايه السلسله المراحل بقى عامله ازاي؟ هو المشروع ابطال، ابطال واعدين، ابطال ناشئين واعدين وبطل واعد. من الاول في الاختيارات بتتعمل مسابقه، بتشوف الناس الموهوبين بتيجي اختبارات تقدم بقى اختبارات بتتعمل قياسيه كويس. بدنيه، بيختار افضل العناصر. بعد كده من مرحله ابطال ناشئين لابطال واعدين لبطل اولمبي. ده الغرض ايوه من المشروع، ان هو بيفرغ في الاخر بطل اولمبي متاسس صح، متربي تربيه رياضيه صح، بدنيه وصحيه وكل حاجه، وكل حاجه متوفره في المشروع. بس ده مكلف. يعني خليني اروح مع حضرتك، البطل الاولمبي ات دي اند حتى لو هو بينتمي لنادي كبير بيبقى دايما بيتكلم ان هو او بيشكو من فكره نقص بعض الامكانيات حتى الماديه، حتى لو جاي من نادي كبير، مش تمام كلهم طبعا بس البعض منهم، تمام وده عن لسانهم لما كانوا بنستضيفهم او ده في اللي برامج مختلفه. بوفره المشروع بقى، ده اللي بوفره المشروع او الدوله اللي موفراه تحت رعايه السيد الرئيس وتحت رعايه وزاره الشباب معالي وزير والرياضه. الشباب والرياضه. هو ده المقصود من المشروع، ان هو بيرعى من هو ناشئ يعني السفر على كل حاجه، على حساب كل حاجه، يعني كل حاجه، الوزارة كل او اشتراك البطوله، السفر، اوكي. التغذيه، ده على حساب مين تحديدا؟ على الدوله. على الدولة اوكي. وزاره الشباب والرياضه والمميزين منهم بيتم تقييدهم في المنتخبات في كتيره المنتخبات يعني المختلفه السنين في اللي كل فاتت، رياضه. منتخبات كتيره، التايكوندو والمصارعه وابتدى رفع الاثقال كلهم، وجوده حلو. كلهم من اولاد المشروع بس القومي. المشروع في حد ذاته اصلا حاجه في منتهى الاهميه، يعني هو يعني خطوه متاخره بس كويس ان هي اتخذت تمام مبدئيا، لان هينتج عنها خير كتير قدام، لان احنا بنتكلم على مصنع مصنع لابطال مصنع مستقبليين، فعلا خط فعلا. انتاج لنجوم في رياضات مختلفه في الفتره اللي جايه. الى اي درجه على مدار ال4 سنين اللي فاتوا في تطور دائم بيحصل وفي ده في تطور مردود بقى تقريبا تلفت كل يوم في تطور في المشروع، كل يوم بيزود هنا مدرب احمال، يعني كل حاجه ناقصه في المشروع بيكملوها، طبيب، طب مدرب المردود احمال. بقى انعكاسات ده على الموهوبين بقى اللي بيشملهم هذا هو المشروع، كفايه ان هو يحس في نجاحات مؤخرا لاحظتوها؟ بالاهتمام ده طبعا طبعا. يعني احنا في بطوله الجمهوريه الموسم اللي فات كانت اول سنه للناشئين التايكوندو، عملنا ترتيب عام على مستوى الجمهوريه ولاد وبنات، ترتيب اول وترتيب تاني ما شاء الله. ولاد وبنات في خلال سنه، في اول سنه للمشروع قوم الناشئين والواعدين كمان، فيه ابطال واعدين فيه وكلهم مؤهلين لدخول منتخب مصر كمان. يعني بداية قوية، هي بدايته حتى بداية قوية. هاي طب والأعمار احنا شايفين في الصور يعني في ناس أطفال قوي صغيرين، اهو كلمنا برضو عن اختياراتهم بتبقى ازاي والأهالي بتتعامل ازاي والديديكيشن الالتزام ازاي، يعني خلينا نعرف من حضرتك. هو بصراحة يعني الاهتمام اللي معمول من الدولة للمشروع فبتخلي الناس تلتزم في زي ما مواعيدها. تقول مثلا ما صدقوا الفرصة جت. بالظبط هو حلو كده، حلو. وناس كتيرة بتتمنى، وإن المشروع في جميع محافظات مصر موجود، في كل محافظات مصر المشروع موجود، موجود في ما فيش محافظة تقريبا دلوقتي في الصعيد اللي ما فيها المشروع القومي، في هي. جميع الألعاب كمان. وبيبقوا حريصين الاهالي ان هم يودوهم، ما كتير بيبقاش في غيابات، في يعني عندنا التزام. في النادي، يعني امتى ابني يخش المشروع بقى حاجه مهمه، شايفين الاهتمام والرعايه وفترات التدريب الاكبر. لو احنا عندنا مواهب كتير جدا جدا مدفونه في جدا كره وكفور ونبوع صح ما حدش يعرف عنهم حاجه، يعني مواهب في كل الرياضات تقريبا المشروع وصل لكل الكلام ده. ده حاجه، دي في حاجه الصعيد، سوهاج واسيوط واسوان وكل هي. الصعيد، يعني ما غطاش حته معينه وساب كله. ايه اكتر المحافظات اللي يعني لو حضرتك عندك معلومه، ايه اكتر المحافظات اللي فيها مواهب يعني قدرتوا ان انتوا تحصلوا عليها؟ والله كل المحافظات، يعني المشروع بينتقي المواهب الصح السليمه، فكل تقريبا انتقاء المشروع في مواهب. يعني محافظه محافظه كده، اقصد ان احنا نعرف مثلا المحافظه مثلا يعني اسيوط مثلا اكتر مواهب فيها خاصه برياضه مثلا، يعني انا بسال لو يعني في معلومه. القاهره يعني مثلا التايكوندو كان فيه مميز جدا، وكمان المصارعه مميزه جدا من اولاد المشروع، مميزين جدا جدا. واسكندريه التايكوندو برضو في ابطال كتيره، والشرقيه